طبعا الان قابلت في طبعا في قصر القمه في المدينه المنوره، كان عندنا ضيف الممثل القدير محمد بخش، فطبعا مع معتز بحري من إدارة التربية والتعليم المنور، في نفس الوقت أنا مصور فوتوغرافي. السلام عليكم. نعم حياك الله. ومدرب بوس. كويس. كيف كان المدينة الجواز؟ يعني في العقول مثلا؟ لا لا لا، مدرب هنا غوص نظري ومسبح ونطلع البحر. ايه. يعني تقريبا شبه اسبوعيا بكون في جدة. ايوه ابغى اغوص حتى في جدة. اه حلو. طيب بمناسبة انك حضرت فرح في المدينة المنورة، تقدر تدينا كده كلمة ايش رأيك في افراح المدينة؟ هل هي زي افراح جدة ولا تختلف؟ لا يعني كل فرح في اي مدينة له نكهته وطريقته. ممكن هنا انا بالنسبة لي الافراح اللي في المدينة بلتقي فيها كثير من اصحابي، من الناس اللي ما شفتهم من زمان. يعني انا هذه يعني اهم حاجة بالنسبة لي لما احضر اي مناسبة في المدينة، بحضر لناس يعني اكون من زمان ما شفتهم، وهي ميزة المناسبات هذه انها تجمع البعيد والقريب والاحبة. ودعواتي للعروسين ربنا يوفقهم ان شاء الله. يعني انبسطت اليوم بالحياة وانبسطت بشوفة الناس اللي من زمان ما شفتها، هي خاصة اخو محمد بها يعني زميل دراسة وطفولة وشباب وصياعة كمان شوية. ما شاء الله. طيب تشرفنا بك. الله يشرفك. طيب الجزء الثاني ما تقدر تستخدموني ككمبارس عندكم؟ والله إذا استخدموني أنا الله يحييك، المهم استخدموني نشوف احنا نفسنا مع ضامنين نفسنا. طيب كان معكم معتز بري من رؤية عربية والفنان القدير محمد بخش. الله يحييك. شكرا جزيلا. Peace.